أجواء ما قبل القمة مع أحمد الجدي من الرياض، والكلاسيكو مع حمادي القردبو. بشوفكم متحمسين. والله وجهك وجه خير. اي والله الحمد لله. اي والله متحمس قبل تبدا المباراه. خلاص الحمد لله متقدمين. الحمد لله خلاص. اي ان شاء الله باذن الله اربع باذن الله. وش سر التفاعل؟ سر التفاعل النادي يا اخي سبحان الله يعني ممتاز جدا. نصراوي من مدرج الاتحاد. اشجع الهلال عشان فريقي. كل واحد يلعب وانا اهلاوي. اهلاوي. جاي من داري الهلال الحين عشان نبغى الاتحاد يفوز السنه هذه باذن الله. الدوري الاتحادي. وش سر تفاؤلكم؟ تفاؤلنا معنا مدرب. ايه بس حبيبي الهلال هذا وصيف العالم. طيب هذا اتحادي حبيبي بطل الدوري. متوقع من البدايه 1-1 او خساره الهلال. الهلال ليش الهلاليين اكثرهم يقولون ما راح نفوز؟ والله الهلال مرهق يعني جايك من بطولة آسيا، رايح للاتحاد، للوحدة، كأس الملك، فمباريات كثيرة مضغوطة الهلال. اليوم إن شاء الله فالنا الدوري يا رب. متحمسين مرة بس هذا الهلال يا أبوي. الله يستر تكفى. لا الله يستر. لعبتنا الاتحاد لعبتنا. إيه بس الهلال بعد إصابات غيابات. إن شاء الله الاتحاد يبغى الدوري. خلنا ماخذين الدوري بس ما لنا ما راح تفوز. متفائلين ان راح ناخذ الدوري باذن الله. هذه الفرصه الاخيره باذن الله. واحد ان شاء الله يطلع ان شاء الله. حامد واحمد حجازي ان شاء الله. ايوه جاي عشان حجازي. حجازي وطارق حامد متفائلين ان شاء الله. اليوم سوا فزنا وتعادلنا اليوم يعني ان شاء الله الاتحاد الدوري هالسنه للاتحاد باذن الله. خلاص الاتحاد مضمون خلاص. جايين نحتفل اليوم. ايش رايك؟ لا لا اليوم اليوم فايز. الفوز على الهلال. السؤال الأهم، هل استفاد الاتحاد من درس الموسم الماضي القاسي؟ وهل بات جاهزا للفوز على الهلال والابتعاد عن الحسابات المعقدة؟ لكن الكرة إلى خارج أرضيات الملعب إلى ركلة مرمى. 8 دقائق فقط احتاجها الاتحاد ليغالط المعيوف، ودعاء كورونادو يستجاب بهدف التقدم. النمور لا يضيعون وقتا وينجحون في إرباك دفاعات الزعيم بعد بداية نارية. هذه المرة المعيوف له قرار أمام هجوم الاتحاد. قطار سريع يتقدم بقوة وثبات نحو تعزيز الصدارة، والجحفري يضطر للورقة الصفراء. كورونادو لم ينجح في مضاعفة الأفراح، والمعيوف أنقذ شباكه، ولكن سيناريو الكلاسيكو يعكس اختلافا بين عزيمة متعطش للألقاب وبين من يلعب مباراة تحصيل حاصل. الهلال يبقى الهلال القادر على المباغة والعودة، وجروهي جاهز يقظ. جروهي ما زالت الكرة خطرة عند فييتو. الاتحاد أرادها فرحة مضاعفة، فالفوز على الهلال في الرياض مفقود منذ مواسم طويلة، والاقتراب من اللقب من بوابة حامل اللقب له نكهة خاصة. الاتحاد تقدم بالثاني واقترب من الثالث، لكن ورغم كل ذلك جماهير الهلال حافظت على ثقتها في فريقها والهلال بمن حضر بعد تدخل الفار. كلهم محتارين حول اللقطة يا جروهي بعد العودة لتقنية الفيديو. نعم حكم المباراة أقر للهلال هدف. الهلال يسجل هدف. هي متعة الدوري السعودي وهي إثارة القمة، والهلال يقترب من التعديل في الوقت القاتل. جروهي بهذه اللقطة المدافعين هم من ساعدوا جروهي في إبعاد الكرة. الهلال استعان بميشيل، والاتحاد يستعين برغبة الفوز ليستعيد فارق الهدفين المطمئن. والتنافس القوي عنوان بارز لعودة اللعب في الشوط الثاني. أما أجواء المدارج فلوحات جميلة رائعة على جمال المدرجات إن كان هنا. مع تقدم الوقت انتقلت السيطرة للفريق المضيف، فاقترب من التعديل في أكثر من مرة، لكن كل المحاولات الزرقاء اصطدمت باستبسال أبيض. لكن حجازي تدخل في وقت مهم أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية للهلال.
الاتحاد المتصدر احتاج هدوءا وتركيزا وخبرة لتجاوز الضغط المضاعف، فالهلال قادر على المباغة في أي وقت، وأخبار تقدم النصر تفرض ضرورة العودة بالنقاط الثلاث. السؤال: هل يقدم الهلال للنصر خدمة العودة من بعيد بفرملة الاتحاد؟ والجواب: الفار يتدخل مرة ثانية ليعلن تعادل الهلال بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ليشتعل سباق اللقب أكثر فأكثر. الهلال إن خسر المنافسة على اللقب لا يخسر من أمام المتنافسين. محمد قردبو، صدى الملاعب. الدوري يقف عند الهلال، الطريق إلى الدوري. مباراة للتاريخ والذكرى رح يصير فيها حكي يمكن للموسم الجاي. أبدأ مع الدكتور محمد سليمان، هل أضاع الاتحاد فرصة ذهبية في هذه المباراة؟ بالفعل أبو كرم، الاتحاد اليوم عندما حضر الاتحاد والهلال انت